اليوم حضوري طبيعة الحال افتتاح مركز الأيادي البيضاء للتأهيل والتكوين أكيد أنه إضافة إلى شخصي وإضافة إلى خزانتي الفنية والشخصية بالخصوص لأنه في عمل اجتماعي وفيه حاجة اللي غادي فعلا تزكي حضوري وطنيا وتدعم التضامن بين المغاربة كاملين ففعلا كنشكر كل من ساهم في يعني رعاية هذا الإنجاز يعني لا من جمعية الأيادي البيضاء ولا من عامل صاحب الجلالة لمدينة بقيم صالح ولا كذلك للتعاون الوطني ولا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما ننساش إليان ما ننساش كل واحد فعلا لأنه باش تكون يد في يد وتحاربوا يعني ظاهرة أطفال الشوارع اللي هما كان نقول دائما أنهم أطفالنا كاملين ف الأكبر أنه غادي نزرعوا الابتسامة في وجههم ونفرحهم إن شاء الله بزاف ديال الحوايج نديرهم في في البلاصه حنا ما عندناش دارنا حنا جنباش باشوها في الزنقه في الشارع البلاصه هي اللي جمعاتنا عجبني الحال كاينه شي حاجه خياب من الزنقه مزيان القضيه هنايا بزاف هنا احسن من الشاريه بزاف